تعالي تركي يا عيال، اقول لك سنايبر فوق ثاني والله. اي خلاص خلاص ما اشوفه جاي دروب ورا السياره، ورا السياره على اليمين، ورا السياره على اليمين. الحاله في الكام كان حاله ولا ايه الحاله؟ لعن امه والله. ما اسمع هلا. حط ديكوي، تعرف ديكوي اللي يطلع صوت. يو اي في اون ستاند باي. اه اي اي حطه عشان فجأة تروح بيني وياك واعطيهم سموك. وش اللي طلع صوت؟ فينك من هنا شوف. اوكي حطيت يا عمري. هذه اللي صافي تروفي ذبها معك ثنتين منها فاهم؟ فجر تروفي. اشترك حبيبي صاروخ. والله احسن. لا 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 والله حطه يا رجال ما تفكر. لا 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 يا رجال رجال يا رجال صب الحليب يا رجال. والله ما له فايده بيرجع تحت الحين وش يسوي؟ اه عند الباص، عند الباص صار فوق. خذ يقول كلب اهله دك يا غريبه. خذ في اسكك بجي مبيك ما ذاك جد ورق مع سلمهم حلوه. هذا غادر، هذا غادر خلاط فوق خلاط سلم خلاص انا فوق للحين. جاي صار عند السيارة ولا وش يو هاف ذا بوب ليتس جو. ايوه ايوه حكمت يا